بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة ثقافية من نادي سبورتنج نيابة عن مجلس الإدارة ونيابة عنكم بنحيي ونستقبل الأستاذ الدكتور سعد الدين هلال. أستاذ الفقه المقرن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عميد كليتين الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان ودمياط سابقا، رئيس قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سابقا، أعلى اللجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أعلى المجالس القومية المتخصصة، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو لجنة المساعي الحميدة بوزارة العدل، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأستاذ إذا تخصص فقه ومقارن، وعضو لجنة الموسوعات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء، عضو لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بالمركز القومي للبحوث. كلام كتير قوي بس انا اهم حاجه هو ده. واشرف وناقش العشرات من رسائل الماجستير والدراسات العليا وهو عائد من رحله في كذا سنة في اوائل هذا الشهر للتدريس لطلبه الدراسات العليا في جامعه نور مبارك. اهلا بيك في النادي سبورتنج. اهم من كل هذا الكلام ان الدكتور طبعا قاعد بيناقش موضوعات تهمنا كلنا وجميله جدا وبيرد على ناس كثيره جدا في مواضيع هامه جدا في الاسلام قد تؤدي الى انهيار بعض اجزاء في هذا الدين. انا اعتقد انه من الناس اللي فعلا بيرجع الناس لمخها الطبيعي في الاسلام. فانا متابع الدكتور من زمان جدا، هو وامثاله من يجعله الدين بتاعنا في موضعه السليم. فبنحييه تاني معلش عشان المهندسه جميله خبرة الدعايه الاسلاميه وعيد اللجنه الثقافيه هتكون معايا في اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على هديه الى يوم الدين. اما بعد، بدء اكرر الشكر لاداره نادي سبورتنج وللسيد الدكتور يحيى عاشور رئيس اللجنه الثقافيه على اتاحه هذه الفرصه العظيمه لاقامه هذه الندوه التي يشرفنا فيها بالحضور الدكتور سعد الدين هلالي. الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقرن كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ضيفاً علينا وعلى المجتمع السكندري كله، والذي يتمنى كل أهل الإسكندرية حضور هذا اللقاء العلمي الإنساني الراقي مع شخصية مثل هذه الشخصية، شخصية هذا العالم الجليل الذي يحظى باحترام وتقدير كل مسلم بل وكتابي. لما له من ايات بيضاء في ترسيخ قواعد اليسر والسماحه في فقه هذا الدين الحنيف يراها الناس ويتابعونه في لقاءات المشاهده في البرامج المرئيه على شاشات التلفاز والبرامج المسموعه والمقروءه وفي الصحافه وفي كل مكان ينير الدنيا علما وفقها. ويسعدني على المستوى الشخصي أن تكون هذه هي الندوة الثالثة التي أشرف بالحوار فيها مع فضيلته من بعد ثورة 2011. عنوان لقاء اليوم اخترنا عنوان فقه المصري. وقد يتساءل البعض، وهل للفقه المصريين فقه خاص؟ أو يقولون أوليس الفقه واحد لعامة المسلمين؟ والجواب يأتي في طيات السؤال. ما هو الفقه؟ الفقه
وبالله التوفيق هو عند علماء اللغة هو مطلق الفهم. فقيه يعني بفهم. وعند علماء الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة أو المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هذا اصطلاح علمي. إذا الفقه هو فهم وهو علم. أي هو عمل بشري يقوم به إنسان على علم بالأسس والقواعد التي يأخذ منها من قرآن وسنة ومصادر وأدلة ثابتة. ومن المعلوم شرعا أن عصر النبوة كان يطلق عليه عصر التشريع. أما ما بعده من عصور فقهية فتسمى عصور الفقه الإسلامي، وكانت تعتمد على الاجتهاد والاستنباط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يستنبطون الأحكام. ونذكر على سبيل المثال عندما بعث معاذ بن جبل الصحابي الجليل اليمن ليعلم الناس الدين الإسلامي، فسأله بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال وإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. فضرب صدره صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المبدأ خرجت المذاهب الفقهية الكثيرة والتي لم يتبقى منها سوى 8 مذاهب، أشهرها ما نعلمه من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومذهب الظاهري. وهذه مذاهب السنة، يضاف إليها من المذاهب الشيعية مذهب الزيدي والإمامية، وهناك مذهب يسمى القبضية من الخوارج وهو موجود في بعض الدول العربية. كل هذه المذاهب جهد بشري، وكما قال الإمام الشافعي في مقولته المشهورة: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وقال الإمام مالك: الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التعددية الفقهية من مقاصد الشريعة لرفع الحرج عن المسلمين، عمل بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان المصريين على مدى التاريخ رؤية فقهية خاصة، حتى أن الإمام الشافعي سن له مذهبا في العراق، ولما انتقل إلى مصر سن مذهبا حديثا في مصر. فهم المصريون أن الأمر تذوق وفهم بشري، ولذلك هم فهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دائما ما يستند إليه الدكتور سعد، وهو الحديث المشهور الذي رواه بصر بن عبد والذي أخرجه الإمام أحمد: استفت قلبك ولو أفتاك المفتون وأفتوك. فالأمر يرجع إلى اختيار الإنسان، ويختار من مذاهب مختلفة ما يناسب حاله. هذا هو ما كان من المصريين. أستاذنا الدكتور سعد أصل لهذا وما زال يؤصل لهذا المبدأ، وهذا سبب هذه الندوة لنعرف كيف نؤصل للفقه الذي يناسب حالنا. سيقول لنا الدكتور سعد إن شاء الله: جوانب من اختيارات المصريين في أمور الأسرية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، المالية، وكل أمور حياة المصريين، حتى نعلم أن الأمر على سعة. فلنبدأ على بركة الله. شكر الله لأهل الإسكندرية، وكم أنا ممتن لهذه الصحبة الطيبة التي تركت متاع الدنيا وجاءت من أجل أن تستمع إلى كلمة لذكر الله. أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكأني أرى أجنحة الملائكة تحت أقدامكم تكريما
لكم في حبكم للعلم. حرصكم للعلم حرص لرسالة الله للإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائي. هنا وقف آدم عليه السلام بين يدي الملائكة يعلمهم وهم لا يعلمون، فكانت منزلة الإنسان آدم الأول بالعلم. فهنيئا لكم لطلبكم العلم وحرصكم على العلم. وليس هذا ببعيد عن أهل الإسكندرية ونادي سبورتنج الموقر والكريم، وتحياتي لإدارة أو لمجلس الإدارة والدكتور يحيى والأخت الفاضلة المهندسة بهيرة، ومن قبل حظيت بدعوة الدكتور علي غنيم لزيارة كثير من الإخوة في الإسكندرية سواء كان في المسجد أو في بعض المنتديات، وأشعر بحب أهل الإسكندرية للعلم وتفوقهم على كثير من المحافظات في الاستقلالية اللي هي فيها فقه المصريين. إذا كنا هنقول فقه المصريين فالبداية من الرأس هنا من الإسكندرية. الإسكندراني صاحب رأي، صاحب فكر، صاحب عقل، صاحب إرادة، إنسان بيعتز بإنسانيته، بيعتز بشخصيته، بيعتز بفكره، ولازم يقتنع. إن اقتنع بينفذ قناعته، ما اقتنعش ما بيحبش يكون حطب للغير ولا يكون حاشد للغير. دي ميزة أكثر أهل الإسكندرية، وده فقه المصريين اللي اخترنا عنوانه. هل تظنون أننا خلقنا للدين أم أن الدين هو الذي نزل لنا؟ الدين جاء يسعدنا وييسر لنا أمورنا، أم أننا خلقنا من أجل أن نتغالى في فهم نصوص الدين وأن نأتي بأوجه الدين الأشد حتى نحمي ما يسمى كيان النص؟ هل النص يطوع لمصلحتك أم أنك تطوع لمصلحة النص؟ إذا أدركت أن الله عز وجل خلقنا ورحمنا ورحمته وسعت كل شيء، فيستحيل أن يكون التكليف أننا موظفون للنص، وإنما النص هو الموظف للإنسان. وأكبر دليل على هذا أن النص لما نزل من السماء الكتاب سواء لفظاً ومعنى وهو المصحف، أو معنى دون لفظ وهو السنة، من المنوط بتفسيره؟ من المسؤول عن تفسيره وبيانه؟ ملك من السماء أم الإنسان؟ إذا كان الإنسان هو الذي سيفسر النص، إذا النص جاء لمصلحتك بدليل أنك مفوض في تفسيره وتأويله. وهذه هي القسمة التي أعد منها أن الإسلام إنساني، لأن الإسلام لو كان ربانيا بكل أوجهه لكنا مسؤولين عن حضور الندوة، نفتح الدستور الإسلامي هل يجوز لي أن أذهب أو لا أذهب، نفتح الدستور ونقول نجلس كم دقيقة،
نفتح الدستور ونشوف البرنامج التعليمي والبرنامج الصحي والبرنامج الاجتماعي وغير ذلك، هننفذ ايه؟ هل في كتالوج اسلامي نزل من السماء من اجل ان احنا ننفذ بهذا الشكل اللي البعض اوهمنا بان هذا هو الدين؟ ابدا، ولكن النص القراني والنص النبوي جاء لكي يبنيك انت ايها الانسان، بيبنيك في علاقه مع الله عبادات صح. مش ممكن تعمل عباده من غير ما ربنا يطلبها، فلازم تعرف ان ربنا طلب 5 صلوات ما تخليهمش 6 ولا تخليهم 4. ربنا طلب منك صيام رمضان ما تخليهوش شهر تاني. ربنا طلب منك ان تؤدي الزكاه ما تقوليش اشيلها ولا اغيها ولا ازودها ولا اصل. تلتزم. ربنا امرك بالحج، دي عباده. لكن سائر احكام التعاملات ربنا امرك فيها بوجه معين، تبيع ازاي؟ تشتري ازاي؟ ولا امرك في البيع والشراء ان يكون بتراضي؟ ونفهم يعني ايه التراضي؟ يعني ما تغشنيش، ما تخبيش علي عيب. طب لو بعتلي شيء وخبيت عيب معين يبقى ده تراضي ولا انت سرقت رضايا؟ ما تخلينيش اقول لك نعم وانت مغمى عليا حياتك، اقوم اقول لك نعم وبعدين اكتشف ان انت كنت تستاهل لا، يبقى انت سرقت مني كلمه نعم. اذا لازم يكون كلمه نعم طالعه بتراضي وكلمه لا طالعه بتراضي. اذا التعامل مع الناس قائم على حقيقه التراضي وعلى حقيقه الشفافيه في التعامل بين الناس. لكن في العلاقه مع الله عز وجل عبادات توقيفيه، هل تسمح في علاقتي مع الخلق عبادات ولكن عبادات قائمه على مبادئ؟ منع الغش، منع التدليس، منع الظلم، منع الغرر، منع الجهاله، وجوب الشفافيه، وجوب الوضوح، وجوب البيان. دي مبادئ. هكذا جاء الاسلام ببيان ذلك فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. الفقه الإسلامي كله في جملته قائم على الفهم كما قالت المهندسة بهيرة. يعني لازم تفهم وما لكش حاجة غير الفهم. هتقول لي أصلا أنا مش متخصص وغيري متخصص، أنا ما بفهمش وغيري يفهم غيري يقول لي. هقول لك هو سيادتك متخصص في زراعة الخضروات، سيادتك متخصص في بناء الهندسة، سيادتك متخصص في الأعمال الطبية. هتقول لي لا أنا مش متخصص، ولو كنت متخصص في واحدة مما ذكرت فلست متخصصا في الباقي. هل معنى ذلك لو أنت متخصص في الطب ومالكش تخصص في الهندسة ولا في الزراعة ولا في التجارة بتسلم راسك لغيرك يقول لك حط فلوسك فين؟ ولا لازم غيرك يقنعك تحط فلوسك فين وتحطها؟ انت طبيب مالكش في الاستثمارات الماليه وزميلك له في الاستثمارات الماليه، قال لك انا اللي فاهم حط فلوسك هنا بالارض، تسمع كلامي ولازم تقتنع. انت مالكش في الهندسه وسيادتك طبيب مالكش في الهندسه وعايز تبني فيلا تاخد شقه تعمل ديكور لمكتب، فرحت مكتب هندسي، المكتب الهندسي بيقول لك هو ده مفيش غيره، ولا المكتب الهندسي لازم يقنعك بوجهه نظري؟ صدقوا ان هذا المثال هو نفسه في الفقه. اي والله في الفقه. هتقول لا الدين غير، هقول لك لا والله الفقه كده. وسيادتك عرفوا يضحكوا عليك ويقولوا لك الفقه غير، رغم ان الفقه ليس غير. الفقه لازم يقنعك، ولو ما اقنعكش تسيبه وتروح لغيرك يقنعك. وده اللي النبي قاله لواقصه وقاله لابي ثعلبه الخشن. قال لابي ثعلبه الخشن استفت قلبك وان افتاك المفتون. وقال لواقصه ابن معبد استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. يبقى لازم سيادتك تسمع الفتاوى من اهل الذكر وبعدين تقول قلبك بيقول ايه، ولازم يكون لك قرار. مالكش قرار وسيادتك قلت لا ده غير يفهم والشيخ اللي يفهم. يبقى سيادتك تاخد اجرك يوم القيامه من الشيخ ولا من ربنا؟ انت عايز من ربنا حاجه؟
ما انت اتبعت كلام الشيخ، خد اجرك من الشيخ. تقول له يا رب انا اتبعت الشيخ، ما فهمتش؟ ما عقلتش؟ يعني الشيخ لو قال لك حاجه غلط وانت شفت شكله وتوهمت من شكله ان كلامه دين، انت قلبك بيقول كده؟ العلاقه بينك وبين ربنا لازم تكون علاقه متصله منك الى الله عز وجل. ما ينفعش يبقى في واسطه بينك وبين الله. الشيخ وظيفته يبين ويقول ما عنده. الشيخ له ولايه ووصايا؟ ولا الشيخ له بيان وتذكير يقول ما عنده؟ هطبق لكم بالامثله ان المصريين لهم مخ. سابوا المشايخ تقول واختاروا من قول المشايخ اللي يحقق مصلحتهم ويغيروا من قول الشيخ لشيخ. المصريين ما خرجوش من اقوال المشايخ والمجتهدين. احترموا اهل الذكر، من اهل الذكر؟ الفقهاء. المصريين احترموا الفقهاء بس تركوا فقيه واخذوا مين؟ بفقيه اخر. عيب يعني ولا لازم اتباع فقيه معين؟ كنت في كازاخستان منذ فتره قصيره والقيت عده محاضرات وعشت مع الشعب الكازاخستاني فتره جميله جدا، ولكن من الثقافه الغريبه التي رايتها ان الكازاخستانيين اسمهم كازاخ لغه الاتصال، فاهمين ان سيدنا محمد كان حنفي المذهب من شده قناعتهم واتباعهم لمذهب ابي حنيفه. ظنوا ان الدين هو دين ابي حنيفه، توهموا ان الحق فيما يقوله ابو حنيفه وما عداه الله، لدرجه ان البعض يقول لك ان الرسول كان حنفي. تقول له كان حنفي يعني لم يكن مشركا؟ يقول لك لا تابع ابو حنيفه. ابو حنيفه اللي بيقول التمرين هجريه ومات 150 هجريه. هو ده الدين. الغرض الانسان كم من تقديس الانسان لشيخ بعينه؟ قدسته، فديته الحرمه، فديته العصمه، ونزلت مقام النبوه تحته. مش ده اللي حصل من بعض الجماعات الاخرى لما عظمت لنا سيدنا علي بن ابي طالب وهو ابن عم سيدنا النبي واول صبي امن به، مش اول رجل، اول صبي امن به، رفعه من شانه الى شان مقام النبوه. والبعض النهارده بيحاول يرفع من شان بعض المعاصرين او بعض الائمه مقام فوق. احنا بنقول الهرم ليه؟ هو احنا بناخد قدوتنا من الرسول ولا من غير الرسول؟ ليه اعتبرنا غير الرسول ده معصوم؟ اكثر المصريين احرار بقى. اخذوا من كل فقيه ما يحقق المصلحه. ولما يقابلوا ربنا هيقولوا له قلت وقولك الحق فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحنا سالنا اهل الذكر لقينا رايين وما نعرفش ده الصح ولا الغلط. كل واحد من دول بيقول انا متخصص، اعمل قرعه منهم ولا اختار من بين اقوالهم ما يحقق مصلحتي؟ فاصبح المصري وعامه الناس من المسلمين لهم عذر في الاختيار ولا ما لهمش؟ انتوا عارفين الكلام ده بيغضب كتير من المشايخ، علشان لما نقول لكم من حقكم تختاروا هيبقى كتير من المشايخ ما عادش لهم لازمه. بعد ما كان يقول لك الطلاق واقع، لا الطلاق ليس واقع، هذا زواج صحيح، هذا زواج غير صحيح، هذا بيع صحيح، هذا بيع غير صحيح. لما نذكر لك الاقوال صرت انت اللي تفتي نفسك. مين من حقه يفتي لك؟ الرسول بيقول لي استفتي قلبك. قل لي قلبك هيصدق لك ولا هيكذب عليك؟ قلبك الصادق يعني، قلبك اللي مش هوا، قلبك اللي انت عارفه هيبقى صادق معاك ولا كذاب؟ طيب غير قلبك
شيء لا يمكن يكذب عليك. ليه رافض احتكام قلبك وراضي باحتكام قلبي انا عليك؟ هو انت جعلتني وصي عليك ليه؟ اذا كان الاسلام جاي يكرمك زي ما بيكرمني، بيديك الحريه زي ما بيديني الحريه، مش انا فقيه متخصص؟ انا وزملائي في كليه الشريعه ممن تخصصوا في الفقه وفقه مقارن، بنمسك كل مساله ونقعد نتحرى فيها بالادله وننتهي للراي الذي نراه ولا الراي الذي راه استاذي؟ اللي انا شفته وبقول انا اختار الراي ده، يعني انا ليا حريه. زميلي يختار راي ثاني، زي مثلا جراحه التجميل، انا انتهي في رسالتي وفي بحثي الى ان جراحه التجميل تجوز بضرار. زميلي قال لا، ده جراحه التجميل انفاق للمال في غير حق وفيه عبث من اصل الخلقه وفيه رفض القضاء والقدر، يبقى حرام. هو قال حرام وانا قلت حلال بضرار. هو صح في اتهام وانا صح في اتهام، وانا حر في اتهام وحر في اتهام. كبرنا شويه وبعدين هو ابنه ولا بنته الدنيا بحادث تشويه، شويه ميه سخنين جم على وشها ولا على صدرها، واضطر يعمل جراحه تجميل. هيتمسك بالحرام ولا هيروح للطبيب ويعالج بنته؟ غير مذهبه، من حقه يغير مذهبه. طب لما هو الحرام وغير مذهبه لما احتاج، انت ليه ايها المسلم المعتاد مالكش الحريه دي؟ حريه تخص تخصنا احنا ولا تعم سائر البشر. هو ربنا بيدي للناس حظوة وناس تانية ما لهمش حظوة. هو مش ربنا بيساوي بين خلقه، بيرزق الكل ولا مش الكل؟ ولا بيرزق المسلمين بس؟ ولا بيرزق المصلين بس؟ مش بيرزق كل خلقه؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الكل له رزقه والكل مكرم برضه في الدنيا. احنا في دنيا مش في الآخرة. واحد في الآخرة اللي كده حاجة بتخش النار واللي ما يصيرش يخش النار. احنا في الاخره ولا احنا في الدنيا؟ اللي دي لها حاجه بقى نقول لها انت ارتكبت مخالفه وخرجت عن الواجب، واللي ما يصليش نقول له انت تركت فريضه وهنحاسب يوم القيامه على هذه الفريضه. تاب ورجع الى الله ربنا قبل توبته. انا ابرم ربنا ليه قبل توبته؟ ده احنا في الدنيا. ليه بنطبق احكام الاخره في الدنيا؟ احنا لسه في الدنيا. فترة تدريب، فترة كل الندم خطاء وخير خطائين التوابون، مش في فترة اللي يرتكب الخطأ يخش النار. هو مش ربنا لما خلق آدم ودخله الجنة وحذر من يأكل في الشجرة من الشجرة، لما أكل من الشجرة دخل النار؟ لما آدم عليه السلام أكل من الشجرة وخالف الأمر الإلهي دخل النار؟ يعني هو كان في عالم اخر، ما دخلش النار. ربنا من رحمته جعله مستقر في الارض الى حين، وجعل فتره الدنيا فتره تدريب. فتره التدريب دي ناخد فيها بالسيف ولا بالتدريب؟ سيادتك لما يكون لك ابن في فتره تدريب وتربيته بتاخده واحده واحده، ولا كل غلطه بعقاب تأديب جازم وبالع؟ احنا لسه في الدنيا. لهذا انا هضرب بعض الامثله اللي هثبت بيها لحضراتكم ان الفقهاء يقولوا كلمتهم والشعب بيقول كلمته. نبدا باي مجال؟ مش مكتب يا شيخ احيانا. والله نبدا من الدائره الصغرى وهي الاسره المصريه. لنا احتياجات تختلف عن بعض الدول العربية، ما خصوصيتنا في هذا المجال؟ في علاقات ايه؟ الأسرية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق هذه الأشياء. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. القانون المصري في الأحوال الشخصية مستمد من أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، صح ولا لا؟ مذهب حنيفة مذهب إسلامي ولا مذهب عمالي؟ إسلامي. يعني لو طبقناه يبقى طبقنا وجه من وجوه الفقه والشرع ولا لا؟
المذهب ده بيقول ان البنت البالغه الرشيده من حقها تجوز نفسها بدون اذن ابوها. يعني اي بنت مصريه مسلمه تستطيع ان تتزوج من تريد وترجع بيتها وتقول لابوها بارك لي يا بابا انا اتجوزت. القانون ده موجود من سنه 48 حتى الان. فات عليه اكثر من 60 سنه. القانون ده بيقوي البنات المصريات بتنفيذ مذهب ابي حنيفه. حضراتكم شفتوا المصريات نفذوا القانون وخرجوا عن طوع ابوهم ولا احترقوا اباءهم؟ يبقى بنات مصر يستاهلوا الشكر ولا لا؟ بنات مصر مش كان في امكانهم ينفذوا القانون ويقولوا لابوهم ان القانون حنف المذهب والقانون اسلامي وبيعطينا الحق اتجوز بدون اذنك ولكن انا لا يمكن اخرج عن طوعك؟ انا شغل المصريات كان في امكانهم يتقاضوا بالقانون المصري. اتقاضوا راعوا ايه؟ ايه الشيء اللي خلاهم يبتدعوا؟ حسن تربيه الاباء لهم، حسن معامله الاسره، احساس البنت انها ازاي تخرج عن طوع ابوها، ازاي تتجوز سواء ازاي تتجوز بدون رضا اسرتها. ورفضت كم نتيجه تمت تتبناها وامتنعت من اجل احترام الاسره. يبقى ده اسمه فقه المصريين ولا لا؟ هذا شغل مصر. ايضا في الفقه المصري انتوا عارفين لو الراجل قال لزوجته تكوني طالق بالتلاقي لو فعلت كذا. الاربع مذاهب لا الخمس مذاهب اللي هم مذاهب السنه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابل والظاهريه، لو الست خرجت او فعلت الشيء اللي منعت من فعله يقع الطلاق بالتلاقي وانتهت العلاقه بين الزوجين. خلاص ما عادش الا ان تنتهي العده وتتزوج بزوج اخر والزوج الاخر يطلقها، ممكن الزوج الاول يرجعها بعد وهرج تاني. الفقه ده تقريبا نسبه كام في الميه قالوا الطلاق يقع ثلاثه؟ لا قولي 95% من الفقهاء. 95% من الفقهاء قالوا الطلاق يقع بالثلاثه. بطلقه واحده. جاء ابن تيميه. ابن تيميه مات 728 هجريه. يعني بعد 700 سنه او 710 من موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ليه نخلي الطلاق بالثلاثه يقع ثلاثه؟ الله يقول الطلاق مرتان، يعني مره ايه؟ بعد مره. ما ينفعش الراجل يطلق مراته بالثلاثة مرة واحدة. عايز يطلقها يطلقها مرة وفرصة تانية يطلقها مرة تانية وفرصة تانية يطلقها مرة تانية. ثلاث مناسبات مش مناسبة واحدة. لكن يطلقها بالثلاثة مرة واحدة ما ينفعش، يقع واحدة. النهاردة بتسمعوا فتوى من لجان الفتوى ومن اكثر المشايخ واكثر المتعاملين في الاحوال الشخصيه. لما الراجل بيقول لمراته طالق بالثلاثه تحسب واحده ولا ثلاثه؟ تحسب واحده. المصريين كده اخذوا كلام تاني وطردوا مين؟ خمس مذاهب. طردوا اكثر اهل العلم واخذوا مين؟ بقول ابن تيميه. مثال اخر الطلاق المعلق اللي هو يقول لها لو خرجت تكوني طالق، ده اسمه طلاق معلق. المذاهب الاربعه قالت ان هذا الطلاق يقع لو حدث الامر معلق عليه.
إن خرجت البطالة خرجت البطالة. أربع مذاهب لكن مذهب الظاهرية قالوا لا لا لا، هو لو كان عاوز طلقها مش كان طلقها؟ إذا هو مش عايز طلقها أمال هو عايز إيه؟ إنها ما تخرجش، فبيهددها بيقول لها لو خرجت البطالة. إذا هو مش ممكن لا يريد الطلاق، لأنه لو أراد الطلاق لفعل، وإنما يريد أن يمنعها عن الخروج فوضع الطلاق في مواجهتها حتى تمتنع عن الخروج. ابن تيمية قال المعنى ده يدل على الحدث، كأنه بيقول لها والله ما تخرج، بس لو قال لها والله ما تخرج هي عارفة إن ربنا رحيم وربنا غفور رحيم وهتكسر كلامه وتخرج، فراح جايب لها لفظ الطلاق عشان يحط لها حقها في مواجهتها. فابن تيمية بيقول ده في حب اليمين وليس طلاق، فاللي يجعل الطلاق المعلق يبقى كأنه بيقول لها والله ما انت خارج. طب لو خرجت؟ قال الطلاق ما يطلعش. مال يعمل ايه؟ يكفر عن اليمين، يضرب 10 مساكين، يكسي 10 مساكين، يعني رقبه وبدت، يبقى كده كفر عن يمينه والطلاق لا يقع. النهارده بتشوفوا اكثر المصريين في الطلاق المعلق، لو رحت الاهل، لو رحت ما اعرفش فين، لو خرجت ايه، التهديدات قد كده، كل الازواج تقريبا حاطين التهديد بالطلاق موضوع. التهديد بالطلاق سمعت كده لجنه فتوى قالوا الطلاق وقع؟ ايه اللي حصل بقى المصريين؟ اخذوا بكلام ابن تيميه ورفضوا بقيه كلام الجمهور ان الطلاق المعلق يقع بحدوث المعلق عليه. ده ايضا من فقه المصريين في الاحوال الشخصيه. يمكن ننتقل حتى الامثله متعدده في مجالات كثيره. هو في قانون سمي قانون سوزان مبارك، قانون الخلع، هو حق شرعي ولكن القانون المصري قديم لحاجه المصريين. شوفوا لما نحب نقول للورد ان في عيب نقول له ايه؟ ايه راي حضراتكم الخلع الذي ورد في كتاب الله وفي سنن رسول الله كما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، والمصريين موجودوه، والمصريين ظلموا المراه بعدم تقويتها به عمر طويل لحد سنه 2001، وبعدين فاقوا المصريين واخذوا به سنه 2001، وادوا للمراه حقها بعد شوفوا كم سنه بقى من 1000 سيدنا النبي مات سنة 11 هجرية و2001 يعني فات 12 سنة واحنا النهارده 1434 هجرية، يعني حوالي 1300 سنة 1400 سنة واحنا أو 1430 سنة واحنا ظلمنا المرأة وما اديناهاش حقها في الخلع. انتوا مش حافظين قول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بالاحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يفينا فاحشهن بينا. انتوا مش حافظين حديث ثابت بن قيس او اوس عندما جاءت المراه وقالت يا رسول الله إني لا أكره أوسا ولكني أكره الكفر في الإسلام، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، فقال كم أصدقك؟ قالت حديقة، قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ثلاث مذاهب في الفقه الإسلامي، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا الخلع حق المرأة كما أن الطلاق حق الرجل، وبهذا كانت عدلية. المرأة عايشة برضاها
بيتها ولو مش عايزه تعيش عندها الخبر. الراجل عايش برضاها في بيته ولو مش عايز عنده طلاق. يبقى كل منهما عايش راضي بالاخر ومحب للاخر ولا لا؟ كل واحد لو كره التاني يقدر يخرج ولا ما يقدرش؟ يبقى ده بيدل على ان كل من الزوجين له فضل على صاحبه ولا لا؟ لكن المذهب الحنفي يقول ان الخلع لا يجوز الا بموافقه الزوج. لان الرسول قال له اقبل الحديقه وطلقها تطليقها. فالرسول جعل الطلاق حق لمين؟ للزوج. والرسول لم يفعل. لكن المذاهب الثلاثه قالت ان الرسول بدا بهذا باعتبار ان العلاقه يجب ان تكون بالتقارب بين الزوجين. فلو الزوج ترك راسه ورفض كان الرسول هيعمل ايه؟ هيسيب الست تعبانه ولا هيريح الست؟ لكن لما كان الراجل عنده زوج وسمع الكلام وطلقها تطليقه المشكله انتهت. فلهذا ابو حنيفه تمسك بظاهر الحديث وقال لا خلع الا بموافقه مين؟ الزوج. الزوج ركب راسه قال ملاش حل. الائمه الترددين قال لها حل. ايه حلها؟ تتقوى بالقاضي. تقول له يا سياده القاضي الحقني. المهر بتاعه هرجعه له بس انا خلاص مش قادر اعيش معاه. الائمه الثلاثه قالوا على القاضي انه يسمع كلامهم ويلزم الزوج بالطلاق. اذا ما نفذش الزوج القاضي يطلع نيابه عنه ويفصل نيابه عنه. اصبح الخلع في رايين ولا راي واحد؟ مصر عاشت على مذهب مين؟ ولا المذهب انفرض عن الائمه الثلاثه ان الخلع لا يجوز الا باذن مين؟ الرجل. الثلاث ائمه التانيين قالوا لو الرجل رفض المراه ماذا تصنع؟ تتقوى بالقاضي. سنه 2001 قانون الاحوال الشخصيه اخذ بثلاث ائمه مالك والشافعي واحمد. صار سوزان مبارك. عجيب. مش انتوا بتقولوا كلام الجمهور اقوى؟ مش انتوا بتقولوا ان اكثر اهل العلم كلامهم اقوى من بعض اهل العلم؟ ثلاث ائمه قالوا ان من حق المراه تتقوى بالقاضي وامام واحد قال لا لا تتقوى بالقاضي. انتوا عاوزين كلام ابو حنيفه؟ وتسيبوا كلام ثلاث ائمه لصالح مين؟ يعني انتوا بتظنوا ان المراه مش انسانه حقها ان تاخذ راحتها وقرارها ببيتها؟ وبعدين لو انت خدت المذهب ابي حنيفه وان ما فيش خلع الا باذن الزوج والزوج ركب راسه المراه كارهه، الكاره هيقدر يدي حقوق البيت؟ هيبقى بيت واقف ولا بيت ماشي؟ هنوقف بيوت الناس؟ يعني لا هي عارفه تعيش ولا هو عارف يعيش؟ ولا نمشي الامور بالخلع؟ طب انتوا عارفين ان الخلع ده لو عرفتوا قيمته هتنادوا معايا بان احنا نلغي الطلاق ونخلي كله خلع. طب اسمعوا. مش انتوا حافظين معايا الطلاق مرتان فامساكم معروف صحيح احسان؟ يعني مفيش طلاق اكتر من ثلاثه للرجل؟ سمعتوا كده واحد قال غلط ان الراجل يطلق مراته اكتر من ثلاثه؟ ولا اقصى حاجه ثلاثه؟ اقصى حاجه كام؟ ثلاثه. الثالثه كما قال تعالى في هذه الايه في الايه التي تليها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاصبح هم ثلاث طلقات، الثالثه مش من حقه يتجوزها نهائي الا اذا اتجوز الراجل غيره. الخلع المذهب الحنبلي والقديم عند الشافعيه يرون الخلع فسخا وليس طلاقا. يعني ايه فسخ وليس طلاق؟ يعني ما يفسخ الثلاثه. الخلع حق مين؟ المراه. والطلاق حق مين؟ الرجل. مين اللي هيخالع؟ المرأة.
المرأة تخالع ويحسب على الرجل تلبية البلدان؟ ما يحسبش. فإذا لو المرأة خلعت الزوج وبعدين صالحها ممكن تتجوز تاني؟ اه. خلعته المرة التانية والتالتة والمية. رقم 100 في الخلع وهو عارف صالحها ممكن يتجوز تاني؟ اه. يعني مش محسوب في التالتة بتوعه؟ اه. هل يشترط في الخلع الثالث انهما لا يتصالحان الا ان تنكح زوجا غيره؟ لا. دي ساعة كبيرة قوي ما كانتش في بالله عليكم لما تشوفوا الخلع بالجمال ده ما تقولش للذين يمنعوننا عن معرفة الفقه الإسلامي. عيب عليكم لما تعقدوا العلم. عرفونا عشان ننقي. عرفونا عشان نختار. مش تقولوا لنا ده هو ده الحلال الحرام. قولوا لنا ان مذهب الحنبلي قال بان الخلع فسخ وليس اطلاقا ولا يحسب بثلاث. نقوم احنا نيجي نلبس الامه بتاعنا ونقول لنوابنا خذوا المذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي وحش. كفر. ده مذهب الحنبلي دلوقتي اسياد ناس. مش عارفين هم اسياد دلوقتي. طبقوا المذهب الاسياد ده. مذهب الحنبلي وقتي له يعني صولة وجبر والقيادات اللي ماسكه البلد دلوقتي تجل الاتجاه السلفي، واتجاه السلفي هو اتجاه الحنبلي تقريبا. طيب يا اهل السلف خدوا لنا كلام امام السلف اللي انتوا قلتوا ان هو امام السلف احمد بن حنبل واعتبروا الخلع فسخ. كل اسر مصر هترتاح للخلع لان الخلع مش هيحسب من ايه؟ من الثلاث ارقام. ده مش رحمه؟ انا المجال في الاحوال الشخصيه. ناخد مجال تاني يا باشمهندس. نطلع من الاسره للمحيط المجتمع بقى. ما هي الاسره هي اصل المجتمع. ناخد من المجتمع. دكتور عندي سؤال. حاضر. في جاي سؤال في المعنى ده. في اسئله جت لنا كتير احنا بنفردها كده في مواضيع شخصيه مش هنتطرق لها، لكن في سؤال كويس تابع الكلام مع الاستاذ. هل المراه بالاسلام درجه ثانيه؟ هل هي يجب عليها الغاء عقلها وتتبع الرجل؟ قال تعالى: وكل انسان الزمناه طاهره في عرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فأصبحت المرأة كائن مستقل والرجل كائن مستقل. المشكلة والمصيبة في تفسير قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. هذه هي المشكلة. ولو حضراتكم أصريتم تكشفوا البني آدم اللي عاوز يخلي الراجل مسيطر وتقولوا له اقنعني ان الايه بتقول ان الرجال اسياد على النساء فسر لي. ربنا ما قالش الرجال اسياد على النساء، وانما قال الرجال قوامون على النساء. ايه الفرق بين قوام وبين سيد؟ بين قوام وبين رئيس؟ بين قوام وبين زعيم؟ الزعيم والسيد والرئيس انتوا عارفين سلطته ايه. لكن القوام صيغه مبالغه من قائم. قائم يعني تخيلوا كده لما نلاقي الامن واقف قائم يحرس القاعه. قائم علينا. احنا قاعدين مرتاحين ونتكلم وهو ايه؟ الامن. اذا ما كنتوش مصورين شوفوا كده التلفزيون وصلاه الجمعه لما يجي الرئيس بيصور مين اللي بيقوم على حراسته؟ دول اسمهم قوامون. بالله عليكم قوامون دول رؤساء الرئيس؟ الرئيس بيصور مين بيقوم عليه؟ الحرس. يبقى الحرس رئيس على الرئيس؟ طب ليه قلتوا ان الرجال قوامون على النساء يعني رؤساء؟ ده حراس خادمين. الامر الثاني قوامون
ناس مجتهدين. القرآن يكذب ولا يصدق؟ القرآن صادق. ومن أصدق من الله حديثا؟ بالله عليكم شفتوا الرجال قوامون على النساء؟ لهذا كم من الآية افهمها صادق؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إلى هنا كلكم هيفهم غلط برضه. لأن عشتوا الحياة كلها تقريبا بالتفسير غلط. بما فضل الله بعضهم على بعض، انتوا فاهمين فضل مين على مين؟ الرجال على النساء. ادي المصيب، ادي المصيب. لو كان فضل الرجال على النساء لقال بما فضل الله بعضهم على بعضهن. الخطاب كله عن الرجال، بما فضل الله بعض الرجال على بعض الرجال في ايه؟ في القيام على النساء. واحد قوام وواحد قائم وواحد ولهي نايم على الباب. يبقى ربنا فضل الرجال بعضهم على بعض. منهم سياده اللواء اللي جاي يقوم على خدمه البشمهندسه اهي قوموا. كل ما اجي في اي لقاء ما شاء الله ويصورها ويشجعها. ومع ذلك
تقريبا 99% من الامه الاسلاميه مقتنع بانه لا وصيه لورث ولا لا؟ كلكم اهو خلي واحد فيكم يقول بان ممكن اكتب وصيه لابني او لبنتي. الذي قال بهذا مذهب الامام الشيعي. مذهب الاماميه الشيعي. واخذ به القول المصري. ومع ان القانون المصري يعطي الحق للمصريين ان يكتبوا وصيه لاولادهم لكن محدش عمل الا نادرا واحد في الالف واحد في العشر الاف مما يدل على ان المصريين لهم مخ. القانون بيقول ممكن تكتب وصيه لابنك وبنتك ولامراتك ولكن محدش عمل. محدش عملها ليه؟ لقناعته بمذهب الجمهور الذي يرى بانه لا وصيه لواحد. موطن الشاهد ان الايه نسخت بحديث صح ولا غلط؟ على قول من يرى بانه لا وصيه لوارث وليس على القول المخالف. يبقى صح ولا غلط؟ يبقى صح على قولهم الذين يرون بان الحديث ناسخ صحيح في رايهم وخالف اقررت به وذكرته. بس انا بتكلم على فهم الجمهور الذي يرى بانه لا وصيه لوارث. الايه بتعطي الحق والحديث منع. مين نسخ الايه في نظرهم؟ الحديث. مقتنعين بكده ولا غير مقتنعين هم بكده؟ مقتنعين. اطبق بقى الكلام ده على بطن الجمهور. حديث رواه ابن حبان بعض اصحاب السنن عن عمر بن الخطاب يقول كان الرجال يملكون امر نسائه في مكه فلما هاجرنا وجدنا نساء الانصار يملكن امر الرجال فاختلطت نساؤنا بنسائه فدائرنا عليهم. دائرنا عليهم يعني زي ما قلت كده النساء المهاجرات كانوا بيقولوا لازواجهم حارس السيد حار راحوا هاجروا من مكه للمدينه لقوا الست هي اللي بتامر وتنهي. لما الستات دول قعدوا مع الستات دول اتمردوا نساء مين؟ المهاجرين او المهاجرات. فلما تمردنا ذهب الرجال الى رسول الله يستأذن رسول الله في ضرب النساء فآذن لهم في ضرب النساء. اسمع الحديث ده. آذن في ضرب النساء واجه المشكلة. قالوا له يا رسول الله مش كده حلها الضرب؟ قال لهم ضرب. في نفس الليلة كما في الحديث سمع الرسول صراخ النساء فقال من هذا؟ قالوا يا رسول الله لقد أذنت في ضرب النساء. فما كان من الصباح إلا وأذن خطب الرسول في المسلمين ونهاهم عن ضرب النساء وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قولوا لي بقى لما نهى عن ضرب النساء ما نعتبرش الضرب ان النهي ده ناسخ فضربهن؟ ولا الحديث ده اللي انتوا عمركم ما سمعتوه الا النهارده اول مره علشان نخلي نسخ الضرب لمن كان يؤمن بالنسخ؟ انا ماشي مع مذهب من يرى بان في نسخ وده مذهب الجمهور فنهاهم عن ضرب النساء. فلما نهاهم لماذا لا تاخذ هذا النهي ناسخا كما اخذنا الحديث لا وصيه لوارث على انه ناسخ؟ ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. الامر الثاني سلمنا بان الايه او ليست منسوخه وان الحديث ليس ناسخا لكن ائتوني براي فقيه واحد قال يجوز ضرب المراه ضربا مبرحا او ضربا مخزيا. كل الفقهاء بلا استثناء
مش غير مؤلم للجسد من المشاعر. يعني لو ان المرأة مشاعرها ترفض اي ضرب ولو كان خفيفا يبقى هذا منهي عنه باجماع. باجماع لماذا فهمنا خطأ معنى الضرب؟ هذا يحتاج الى اعادة لدراسة ما سبق ان سمعناه حتى نعطي للاسلام قيمة اجمل من تلك المعاني التي يذكرها كثير من المشايخ. لكن الفقهاء اختلفوا، عشان اجاوب على كلام الشيخ بهيرة، اختلفوا هو الرجل سلطته على المرأة ايه؟ المذهب المالكي والحنبلي قال الرجل يملك على زوجته كل ما يصلحها في دينها ودنياها. المذهب الحنفي والمذهب الشافعي قال الرجل يملك على زوجته ما يتعلق بأمر الزوجية. العلاقة بين الاثنين علاقة ايه؟ زواج. اذا في قاسم مشترك وهو حق الزواج، ده حقهم، حق كل منهما على صاحبه. ما عدا ذلك لا، للرجال نصيب ما كسب وللنساء نصيب ما كسب. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالد والاقربون. لكن العلاقه الخاصه بين زوجين كل منهما له ولايه على صاحبه. تعال نشوف مذهب المالكيه ومذهب الحنابله، هنقول لهم صدقناه بس هاتوا لنا الدليل ان الراجل له كلمه على زوجته في الامر الديني. لما يلاقيها مش محجبه اتحجبي والا، لما يلاقيها ما تصليش صلي والا، لما يلاقيها ما تصومش صومي والا. دليلهم ايه؟ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. بالله عليكم الايه دي تدل على ان الراجل مسؤول عن صلاة مراته، مسؤول عن هدوء مراته وعن حجاب مراته. وهل هذه الآية تدل على أن الرجال صاروا مسؤولين عن النساء في الدين؟ أين قول الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ يوم لا تكسب نفس عن نفس شيء والأمر يومئذ لله. كل إنسان مسؤول عن نفسه. قوا انفسكم واهليكم نارا. هو سيادتك لما تدي لنفسك سلطه في انك تلزم رجل تصلي، طب ما هي سلطه الوضوء. لما تلزم رجل انها تصوم، طب ما هي تصوم امامك ولكن في باطنها ليست صائمه. انت كده خليها تصوم. ولا تخليها ترتدي الحجاب وامامك تفعل ومن خلفك لا تفعل. يبقى انت وصلت الى النتيجه المطلوبه. ولو انت مسؤول عن مراتك، طب مين مسؤول عنك؟ انت بقى في السيد اللي واخد وكاله عن الله عز وجل، ما حدش حاسبك؟ مش احنا كلنا بشر؟ طب انت الكبير على السن، مين الكبير عليك؟ اذا ما فيش حد فينا كبير على التاني. العلاقه بين البشر يجب ان تكون بالتساوي. هذا هو الفقه اللي بنقول لكم خذوا من ده واتركوا ده. من حقك تاخد بالراي ده ومن حقك تاخد بالراي ده. لان الحياة يجب أن تكون بهذه الحرية حتى لا يظلم أحد آخر. مثال آخر أيضا في الحياة العملية. المصريين اخترعوا اختراع لم يحدث في تاريخ المسلمين من قبل. فقه. وأول من يحفظ هذا الاختراع الفقهي أكثر المتشددين من الدعاة في عصرهم. هتقولي كده انتوا متشددين في عصركم اللي بيقولوا كل حاجه حرام وعاملين ان هم وكلاء ربنا باطل؟ مش هيكحهم في الصورتين دول. خليهم واحد يكح كده. الامر الاول يوم 28 فبراير سنه 2000. قريب ولا من زمان؟ يعني في عهد الرسول؟ في عهد الصحابة؟ في عهد التابعين؟ يوم 28 فبراير سنة 2000
صدر منشور من وزير العدل في مصر الى مكاتب الشهر العقاري تأذن في استخراج توكيلات رسمية دائمة، ولا يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة إلا بإذن الطرف الآخر. إيه التوكيل ده؟ سيادتك مثلا لما تكون مشغول بتعمل التوكيل لأخوك، تعمل التوكيل للزوج، تعمل التوكيل لولدك، تعمل توكيل لابنك، توكيل عام. وتقول لابنك أو لصاحب الوكالة: أنت نيابة عني إنك تبيع بيتي، إنك تجوزني، إنك تطلع مراتي، ده وكالة عني. وكالة عني. فالطبيعي في الفقه الإسلامي وفي الفقه الأرضي المعاصر حتى هذا التاريخ اللي ذكرناه ان التوكيل ده توكيل جائز. يعني جائز؟ يعني من حق الموكل انه يفسخه. انا عملت وكاله لاخويا وبعدين حصل خلاف، عايز ارجع الوكاله، حقي انا ولا مش حقي؟ باذنه ولا من اذنه؟ من غير اذنه. الامر ده متفق عليه في الفقه الاسلامي ولا محل خلاف؟ محل اتفاق. لا يوجد خلاف بين الفقهاء على ان عقد الوكاله عقد جائز، بمعنى انه يحق لكل من الطرفين ان يفسخه في تلقاء نفسه. بلاش انا اللي عايز افسخه، اخويا اللي عايز افسخه. دي قال لي انا اختلفت معاه ومش عايز اكون وكيل عندك، هذا التوكيل بتاعك اقطعه مش عايزه. حق ولا مش حقه؟ حق. اصبح حق الطرفين يفسخه ولا مش من حقه؟ مين اللي مش من حقه يفسخ الوكاله؟ اذا كانت الوكاله بأجر للحائز على الأجر. يعني سيادتك وكلت محامي والمحامي قال لك هاخد أدعاء كذا، وسيادتك دفعت الأدعاء أو وافقت على دفع الأدعاء، المحامي من حقه يرجع في كلامه ويقول لك لا أنا مش هرفع عنك؟ ما يقولكش ليه؟ واخد أجر؟ ده عشان واخد أجر تجيبه من القانون، لكن أنت من حقك تقول له مش عايزه، هدفع لك أدعامك بس ما تجيش. لكن الوكالة بدون أجر تعطي الحق للطرفين في فسخ العقد ولا لا تعطي؟ تعطي الحق. إيه رأي حضراتكم؟ إن القانون المصري لما وافق على وجود عقد وكالة لا يفسخ إلا بإذن طرف آخر، حل مشكلة. مش ممكن أنا ولا أنت ولا أنت أيها المتعصب وصاحب الفتوى المتشددة هتستمع. انتوا عارفين ان بيع الشواء ده له ضرايب، وان بيع الشواء وبيع السيارات محتاج الطرفين يروحوا مكتب الشهر عقار، ومحدش فينا فاضي، وبيتعمل اكتر من جلسه قضائيه. فانت هتجرجر اللي باع لك الشقه او اللي باع لك السياره كم مره في المكتب؟ عده مرات. فانت عايز تريحه، تقول له ايه؟ تقول له اعمل لي وكاله ببيع السياره وارفع ايدي وانا هنقل الملكيه لنفسي. اعمل لي وكاله ببيع لنفسي. لنفسي او للغير؟ لنفسي او للغير. اعمل لي وكاله ببيع الشقه لنفسي او للغير، وبديك ثمن الشقه وباخد منك التوكيل. لو انا خدت منك التوكيل وانت ثاني يوم رحت لغيره، فلوسي راحت فين؟ ضاع. ولو انا خدت منك، لو انت خدت مني فلوس سياره وعملت لي توكيل وتاني يوم ضحكت عليا وانا خدت التوكيل، فلوس السياره راحت فين؟ ضاع. فاصبح دلوقتي وجود التوكيل اللي مش من حقك تلغيه الا باذني مش هيطمني؟ هديك الثمن وانا نايم مرتاح؟ هدفع لك ثمن السياره وثمن الشقه وخدت منك الوكاله؟ لانك حطيت الوكاله لا يمكن انت هترجع في كلامك لانك كاتب كده في شرع قاري. لا ترجع في هذا العقد الا باذن. فاصبحت انا مطمن ان الشقه في ايدي. النهارده مين يقول الوكاله اللازمه ديت تخالف الفقه الاسلامي؟
هي فعلا تخالف ما ذكره الفقهاء في كل المذاهب. وظيفتنا دلوقتي نقعد نأول ونجيب اصل يجوز واصل يجوز. بس فقه جديد ولا فقه قديم؟ فقه جديد. هذا فقه اختراع مصري. بس ملوش مرجعية يا دكتور. له مرجعية يمكن، بس المرجعية لم يذكرها الفقهاء، وإنما بعد صدور القانون احنا اللي عمالين نجيب نرقع لها مرجعية. وطبع لها مرجعية؟ طبعا. المسلمون عند شروطهم. بس ايه اللي يخلي ان المسلمين اتفقوا على اني هعملك وكالة ومش هرجع في الوكالة؟ ايه اللي يمنع؟ مثال اخر في الحياه الاجتماعيه. اختراع مصر مره. ما يعرف بالوصيه الوالده. الوصيه الوالد. ايه الوصيه الوالد بقى؟ لفرع الوالد الذي مات في اخر سنه. صحيح. واحد اب مخلف ولدين. الولدين كبروا. بقوا عرسان. الولدين اللي كبروا بقوا عرسان اتجوزوا وخلفوا. والاب الكبير لسه عايش. واحد من الولدين الكبار دول مات وترك مين؟ اطفال. اللي مات ده كان تارك تركه قد كده. التركه دي ولاده هياخدوا الذكور دي ناس الباقي، والاب والام كل منهم سوس. افترض ان الولد ده اللي مات ما تركش البنت بس، ما تركش لمين؟ بنت بس. البنت تاخد ايه؟ النص. والثلث للام والباقي لمين؟ للاب. يبقى الاب اخد قد ايه؟ او الاب والام اخدوا قد ايه؟ النص. فاصبح النص لمين؟ للبنت الصغيره دي الحفيده. والنص الثاني مين اللي خدوه؟ الاب. اصبر. الاب لما خد نص التركه، نص تركه مين؟ الاب والام. الاب والام اخدوا نص تركه مين؟ ابنهم اللي مات. بعد ساعه مات الاب الكبير. الجد مات. التركه بتاعته عباره عن ايه؟ فلوس ابنه. تقريبا فلوس ابنه. مين يورثها؟ ابنه اللي عايش بس. اما البنت الحفيده ملهاش لانها محبوبه بمين؟ محبوبه بالابن. لان مرتبه البنوه الاعلى يحبب مين؟ الاسفل. فاصبح الاحفاد ملهوش. المشكله دي نقراها في كتب الفقه الاسلامي ونقعد نمصمص لا حول ولا قوه الا بالله. بس سنه 48 جالنا شويه مشايخ محترمين راحوا اقنعوا ولي الامر انه يكتب حاجه اسمها الوصيه الوالده. نقول للجد الكبير يا جد اكتب وصية احفادك. الوصية اللي هي تكون بمقدار ميراث ابنك اللي مات. ولو انت ما كتبتش انا كولي امر هعتبر انك كتبت. وهدل احفادك مثل ما كان يستحقه ابوهم لو كان حيا. ذكر الانثى ذكر الانثى. البنت اللي ماتت، الواد اللي مات، أبنائه الأحفاد يطمنوا هياخدوا مثل ما كان يستحق مين؟ أبوهم أو أمهم. افترض إن خلف الراجل الجد خلف واده غيره واتجوزوا وخلفوا البنت اللي ماتت وخلفت ولادها هياخدوا إيه؟ نصيبها. بس لما ياخدوا نصيبها ياخدوه الوصية لا بصفة الإرث. إيه الفرق؟ الفرق لو كان
الوصية أكتر من الدم أو الميراث أكتر من الدم ننقصه لمين؟ للدم. يعني مثلا هو خلف ولدين واد منهم مات وكان خلف أولاد، لو احنا اعتبرنا اللي ميت حي هيخلط ايه؟ النص. النص اكتر من التلت ولا اقل؟ اكتر. نقوم ننزله كام؟ للتلت. وندي التلتين مين؟ الاخ العايش. الاخ العايش، الابن العايش. هذه هي الوصيه الواجبه. لما طلع كده بعض المشايخ السلفيين في عصرهم يعني ايام سنه 140 حرام حرام ولا عبس في الميراث وهذا عبس في الدين. الناس فرقت الوصيه فوق. عبس في الدين ايه؟ مين فينا يكره ان حفيدك ياخد نصيب ابوه؟ مين فيكم يكره؟ فقالوا دي وصيه مش ميراث. هو احنا قلنا ده ميراث؟ ده اسمها وصيه. لماذا نعد هذه الوصيه؟ مضت الايام واصبح حكم الوصيه الواجبه منتشر في اكثر البلاد الاسلاميه. انا بسرعه القافله تمشي والمانعون والمحرمون يقفون مكانهم بس، والمصريين ماشيين. ده فرق بالله عليكم بالاسلام اللي هو انا عايز واحد يقف يقول لي لا ده حكم متعدد وهذا عبث في الدين. نفسي واحد يقول لي كده. لا هي الوصيه مش بنت كانت انا بسال الحكم الوصيه الغلبه ده عبث في الدين ولا مراعاه لمقاصد الدين؟ ده عبث؟ مين فيكم بيكون احسن؟ واحد يقف يقول انا بكون احسن ما يستاهلوش. هيجتمع بهم الفقر واليتم. مثال اخر. لا كلام جميل بلاش. ناخد مثال اخر نغير الجو. الكلمه اللي كنت فاكرها بتقول ساعه. نعم. يعني هو الاب اخذ حق الابن كاملا يتوفى. لما بيجي يعمل الوصيه الواجبه بيعملها بكل الارث ولا بالجلد؟ بالجلد. لا تتعدى. بما لا يتعدى. حتى الوصيه الاختياريه بعد اذن الاستاذ، حتى الوصيه الاختياريه لغير الاهل لا تتعدى بس الثلث. شكرا لك يا باشمهندسه. مقدمه على الوصيه الاختياريه. بس مع ذلك اسمع الاتي. افرض يعني الورثه ناس طيبين قوي وبيحبوا بعض قوي وبينهم ود وهم اخين. اخ مات في حياه ابوه والاخ عايش. فالاخ اللي عايش قال القانون بيدي لولاد اخويا الدين. انا نفسي مش طيبه انا عايز اديلهم النص. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قوي قوي قوي. تفضل منهم. قوي. افرض حاجه ثانيه. الاخ اللي عايش قال ربنا كرمني واغناني وكل فلوس ابويا هديها للعيال الصغيرين دول. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. اسمه التخار. ده من كرم الدين اللي عاوز يكرم ما على المسلمين سبيل. مثال اخر في الحياه العمليه. انتوا حافظين حديث لا يحل للمقاتل تؤمنوا بالله واليوم الاخر؟ احنا مش بنفصل احكام فقهيه، نضرب امثله بس عشان نقول مخ المصريين فين. بنقويهم على ان هم يختاروا من الاقوال الفقهيه اللي يحقق مصلحتهم. ما يخافوش، بلاش نقعد. التخويف ده ملوش لازمه. اللي بيخوفوكم عايزين يسيطروا عليكم بس. لان هم بينتقلوا من راي لراي بمذهبهم. قالوا لنا التلفزيون حرام واشتغلوه. قالوا لنا الاحزاب حرام وعملوه. قالوا لنا الانتخابات والديمقراطيه كفر وفعلوه. عرفوا يجيبوا مبررات يجعلوها حلال. نحن ضد الظلم ومع العدل.
مفيش كل نرضى بيه. ولو كان من اقرب الناس اليك ونحن مع العدل، ولو كان من ابغض الناس اليك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصر اخاك ظالما او مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال ان تاخذ على يديه. نحن ضد الظلم وضد الجبروت وضد الدكتاتوريه الظالمه الغاشمه، ومع العدل والمساواه والاحسان، ونعطي لكل انسان الحق في التعبير. لان ما اراه ظلم سيادتك ممكن تغير عدل. فاذا من حقك تقولي انا حسن عدل، وانا من حقي اقول انا ظلم. انا اراه عدل، انت تراه ظلم. فلك الحق في التعبير ولي الحق في التعبير. وفيما يتعلق بامر الجماعه، السياده للشعب. من يملك لكل غير هذا؟ الكل بيقول سيادة الشعب. إذا لو الشعب قال كلمته محدش يجرؤ يقول للشعب أنت غلطان، لأن اللي هيقول له أنت غلطان الشعب هيدعم. فصار الكلمة للشعب. بقي أن نعطي للشعب الثقة في الناس والحرية والشجاعة الأدبية، وما نخوفوش وما نضحكش عليه، لأن التخويف كأن أنا عايز أوجهه يقول هذا أو ذاك. نفس الإنسان يعيش بكرامته، وأنت مش هتاخد شيء يوم لقاء الله إلا كرامتك. فحافظ على كرامتك وحافظ على رابتك وقول ما تقتنع به دون خوف. هتخاف من البشر وتهدم ضمير نفسك وتنهزم نفسيا، ضيعت نفسك. إذا لابد أن تكون صادقا مع نفسك، والدنيا بالطول وبالعرض بتنتهي. نضرب مثال اخر في الحياه العمليه. حديث في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر في روايتين بقى. روايه بتقول مسيره يوم وليله الا مع محرم او زوج. وروايه ثانيه بتقول مسيره ثلاث ايام الا مع محرم او زوج. ايه راي حضراتكم في النص ده؟ اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء قالوا مش من حق المراه تسافر. سفر يقصر فيه الصلاه، يعني حوالي 85 كيلو في اكثر عند الجمهور، او 120 كيلو في اكثر عند ابي حنيفه، لان ابو حنيفه قال ثلاث مراحل والجمهور قال مرحلتين. الا مع محرم او زوج. طبقوا الكلام ده بالله عليكم في عصرنا الحاضر. فيه راجل ولو كان من اشد المتعصبين فاضي عشان يوصل مراته في السفر، ولا هيوصلها القطار ويركبها ويمشي ويطمئن، ولا يوديها الطياره ويطمئن في القبعه الثالثه ويمشي، ولا يروح يوصلها كده ويرجع تاني. أكثر الفقهاء: طب أنا عايز تستثمره. قول جمهور الفقهاء في إنه تنفذوا يا ستات الحكم ده على الرجال. كل ست تقول لجوزها أو تقول لابنها أو تقول لأخوها أو تقول لأبوها: لو سمحت فضي نفسك بكرة عشان توصلني جدة. لو سمحت فضي نفسك بكرة طلع القاهرة. لو سمحت فضي نفسك بكرة علشان انا ناوي ازور اختي في منطقه كذا. انا مش هشتغل. يقوم يقول لها: ازاي؟ مش فاضي. يقول له: لا يحل لامرأة بالله يوم الاخر ان تسافر فوق ثلاث الا مع محرم او زوج. وانت المحرم او انت الزوج هتخالف كلامنا ولا كلام سيدنا رسول الله؟ مذهب مالك بقى قد ايه؟ اصل مذهب مالك يرى غير ذلك. ماذا يقول مذهب مالك وقول عند الشافعية؟ المذهب مالك يقول عند الشافعية
ان الرفقه الامنه تضمن. سافر مع اختك اتكل على الله، انت اختك رفقه امنه. سافر مع صحبتك، سافر مع جارتك، سافري مع صحبه امنه. الصحبه الامنه والرفقه الامنه تضمن. ودول لما مذهب الجمهور، مذهب الجمهور بيقول لازم يزوروا اول ما هو بقى هيقتنع بان مذهب مالك الوقت صح ولا غلط؟ الوقت هيلاقيه صح يا حلاوه ليه؟ هيضيعها. طب ايه راي حضراتكم ان بعض المالكيه من امثال ابن الباجي؟ والباجي ده يعني بعد عده قرون في منتصف التاريخ المالكي يقول ان الطرق الامنه الاهله، الطرق الامنه الاهله والبلاد المتصله والسفن الكبيره التي فيها عدد كبير كالبلاد او كالبلده الواحده. يعني مثلا طريق القاهره اسكندريه الزراعه، القرى في متصلة ومتشابكة ولا متباعدة؟ متصلة ومتشابكة. بين القاهرة واسكندرية شوفوا 300 وكم كيلو؟ قالوا هذا كالبلد الواحد لأنها أهل. ليه؟ العبرة باللغز. العبرة بإن المرأة تستطيع تستغيث. هتقولوا لي أصل فين بين قرية وقرية 5 كيلو أو 2 كيلو مفيش فيها حاجة. هقول طب ما هي المرأة ممكن تكون في نفس العمارة تستغيث وصوت ما يوصلش. فالعبرة مش بالغوص اللي في نظركم يحقق النتيجة، لا، العبرة بالغوص الذي يمكن من تحقيق النتيجة أو من التمكين من الوصول للمجرم. فقال الإمام الباجي وبعض المالكية المتأخرين إن القوافل الكبيرة زي السفينة كده، سفينة أيام زمان ما كانش طيارة. الطيارة بيركب فيها كم واحد؟ مئات. دي عدد كبير وعدد بسيط. أيام زمان كانوا بيتكلموا على المركب الكبيرة، المركب الكبير بتحمل عدد كبير أيضا يصل ل 100 و150 أيام زمان. النهارده طبعا السفن قد تصل إلى آلاف، لكن في زمانهم كان عشرات. فاعتبروا العدد الكبير كالبلد الواحد. فاصبح على هذا القول لو سافرت ايتها المسلمه في الطائره، الطائره فيها رفقه امنه وفيها عدد كبير ولا لا؟ في القطار عدد كبير ولا لا؟ في المراكب عدد كبير ولا لا؟ فهذا يغني. فاصبح هذا قول وده قول. المصريات النهارده الاخت اللي عندها محاضره في بلدها بتسافر لوحدها ولا بتاخد معاها مرافق؟ والطبيبة اللي بتروح المدينة الفلانية بتروح لوحدها وبتاخد معاها مرافق؟ بل اللي بتسافر إلى مؤتمر خارج مصر بتسافر لوحدها ولا معاها مرافق؟ بتسافر لوحدها إزاي؟ أصبح السفر في الطائرة أمان. عندكم شرطة سياحة وعندكم مرافقان وعندكم مضيفان وعند أمن غير عادي. الأمر الأهم إن الأحاديث التي وردت إنما وردت في باقي السفر ولم ترد في الإقامة. يعني سيادتك لو سافرت مع أختك إلى جدة ووصلتها بنفسك مش مطلوب منك تقعد معاها هناك. ده أنت بس في مصداق طريق السفر. إذا الإقامة الرسول لم يطلب في الإقامة إن يكون مع المرأة مين؟ محرم أو زوج. لأن لو كان مطلوب مع المرأة محرم أو زوج إذا مش من حق المرأة تعيش إلا مع محرم أو زوج. زوجها مات تعمل إيه؟ قرايبها ماتوا بتعمل إيه؟ تشتري قرايب؟ تشتري زوج؟ إذا المطلوب في السفر بس مش المطلوب فين؟ في الإقامة. السفر يبقى المصريين دلوقتي اخذوا كلام الامام مالك ولا اخذوا كلام الجمهور؟ اخذوا كلام مالك وسابوا مين؟ سابوا مثلا الجمهور. الجمهور بيقول لا.
أمثلة كمان؟ في أي مجال أحبها؟ لا كتير أوي حضرتك، المواضيع أصلها شيقة ومتفرعة، تحبوا نتكلم بعض أسئلة من اللي بعتوها؟ ماشي؟ اتفضل يا دكتور. في موضوع مهم جدا هنسأل حضرتك. إخواننا المتشددين بيقولوا إن إحنا لا نطبق الشريعة. إن إحنا لا نطبق الشريعة في مصر. ولابد من تطبيق الحد في الشريعة. فأنا سمعت حضرتك كتير في أحاديث بتقول عن هذا الموضوع، فأنا نفسي حضرتك توضح الحتة دي، تطبيق الحد إزاي؟ صلى على رسول الله. الشريعة نزل في قرطاس من أجل أن ننفذها، قرطاس عقارب، من أجل أن ننفذها أن في نصوص نفهم النصوص ونطبق ما فهمناه من النصوص. سؤال محوري، لو كانت الشريعة قوانين نازلة فإزاي نعيش لحد دلوقتي ما نطبقهاش؟ وهل الرسول جعل قوانين مدنية وإدارية وجنائية واقتصادية والناس نفذتها؟ ولا سيدنا رسول الله أتى بالنصوص في القرآن والسنة وترك الناس يفهمون تلك النصوص ويطبقون فهومهم؟ اللي بيطبقوا الفهم ولا النص؟ الفهم. فهم امبارح زي فهم النهارده؟ فهم الشيخ الحنفي زي فهم الشيخ الباريكي زي فهم الشيخ الشافعي او الحنبلي؟ ولا فهم مختلفة؟ طب اطبق اي فهم؟ اطبق كل فهم النفس؟ استنطق اطبق؟ خليكم معايا واحدة واحدة هتلاقوا المسألة سهلة أوي. ما هو المعنى ده صعب توصيله، فأنا عايز آخد واحدة واحدة معلش لأجل الوصول إلى الحل. لو سيادتك سبت لي أنا حق الفهم وأنت تسمع كلامي، صرت أنا الإسلام وأنت متبعني. أنا مت، جه واحد تاني قال لك لا ده اللي كان بيقوله غلط، أنا جبت حاجة تانية صح. يبقى الناس اللي عاشوا في عهدي كانوا ضد الإسلام. إذا مش من حق واحد يزعم إنه فهم الإسلام على الغير. لكن ممكن يقول انا فاهم الاسلام بس للناس، صح؟ فكل واحد فاهم الاسلام يطبقه لنفسه. مش من حقك تطبقه عليها، طبقه على نفسك. اضرب مثال، حضرتك قلت ان الحجاب ده ليس اسلامي في نظرك. ليه؟ قال لي انه الست لابسه بنطلون واعضائها باينه. لا يا لا 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 اقبل هذا. جميل، هي بقى ست حسب ايه؟ حسب انها ستر العوره ولا ما سترتش؟ هو انت بتطبق فهمك عليها ولا هي بتطبق فهمها على نفسها؟ هي مش بتاع ربنا وانت بتاع ربنا؟ هو ربنا قال لها امر الحجاب على فهم جوزك ولا فهم اخوك ولا فهم اميرك ولا على ايمانها وعلى فهمها؟ اللي بيرفع كيس فلا شويه، العصبيه مش عايزها. انا عايز كل واحد مقتنع بشيء يعمله بس لنفسه. سيادتك مؤمن بان قصر الصلاه في السفر واجب، وانا مؤمن بان قصر الصلاه في السفر رخصه. ما تلزمنيش ولا تلزمك. انت متمسك بانك تصلي تقصر الصلاه في السفر، التزم يا اخي، عايز مني ايه؟ انا شايفها رخصه، اقصد اوتيل، عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حاجه. من الشفعه. انا مذهبي حنفي، ارى بان جاري مش من حقه يبيع الشقه الا باذن، لازم يرضى عليا. جار الدار احق بالدار. مذهب مالك والشافعي واحمد قال لا، الكلام ده غلط. جار الدار احق بالدار، ده حديث ضعيف، ولكن حاسب البخاري عن جابر قال رسول الله
تصرف الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أسيب حديث البخاري تأخذ حديث بعض أصحاب السنة بسبب ضعيف؟ هذا رأيي أنا مؤمن، أنا بقى مذهبي حنفي ومعتقد بإن إيجار الدار أحق بالدار، والإيجار بيبيع الشقة من غير إذني هقفله وأقول له ورا، هو يقول لي لا أنا صح، أنا مذهبي منك اختلفنا، هنروح للقاضي. فلما هنروح للقاضي، القاضي بقى بحسب مذهبه، حظي السيد إن القاضي مذهبه مخالف لمذهبه، هيحكم بمين؟ للطرف الثاني. لهذا تطور المجتمع وأنشأ ما يسمى قانون، وأصبح هناك قانون نحتكم إليه يتقوى به كل طرف. القانون حسم القضية وقال جار الجار أحق بالجار، الشفعة للجار كمذهب حنيفة. أنا بقى لو مذهبي مالكي وشافعي وحنبلي، رغم إن أنا معايا ثلاث أئمة، أقدر أقول للقانون ده عايز أعدل عند القانون، لكن القاضي يحكم بمين؟ جنب القانون. القانون هنا إسلامي ولا غير إسلامي؟ أخذ بمذهب مين؟ أبو حميد؟ تعالى نطبق في العبادات. القانون كبر راسه. وأنا اللي مش اتخذ في العبادات. اللي يمسح على الشراب، اللي يغسل رجليه، اللي يمسح على راسه، اللي يمسح على راسه، اللي تتحجب ما يتحجبش، يقول لها امر ديني ولا امر حياتي؟ ديني، هسيبه للناس. كل واحد مذهبه. طب انا هفاجئك. قرات او خليت الاستاذ عمرو اديب يقرا نص لبعض كتب الحنابلة المعتمدة في أن الحجاب يتحقق للمرأة بستر لون البشرة، ولا يشترط ما ذكره جمهور الفقهاء في ألا يكون واصفا لعضو المرأة. تفسير يا دكتور. أنا ما رضيتش أقرأها حتى لا تنزل علي اللعنات كما تنزل من أولئك الأوصياء. فقلت للأستاذ عمرو لو سمحت اقرأها أنت. هذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الجمهور بيقول يشترط إن اللي تلبسه المرأة ما يكونش واصف لمين؟ لأعضاء. الحنابلة قالوا ده شرط غير منضبط. لأن بكام؟ بكام سنتي؟ يعني اديها كده 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي 10 سنتي، فين الدليل؟ فلما لم يوجد دليل في التقدير كان الاصل هو السبب دون التحديد، وانه ما لامرأة لبست شيئا الا وانطبع الثوب على جسدها فعرف حجمها. فصار عندنا رأيين فين؟ في الزي الاسلامي. رأي بيقول يستر ولا يشترط ان لا يصل، ورأي تاني بيقول لا شرطين يستر ولا يصل، لأن الوصف يفضي الفتنة. مذهب الحنبلي بيقول الفتنة ممنوعة حتى ولو كان بغير الزيت، يعني هذا شرط خارج عن أصل الزيت. رأيين، أنا ما جبتش دين، الرأيين دول في الفقه الإسلامي. فيأتي الخطيب يقول طالما أمر العبادة قائم على هذا الخلاف نترك الناس في الخلافات دي، لكن في امور التعامل بين الناس وبعضهم نحسن. خدوا مثلا من ضمن ما نحسن، المرأة تتعين قاضية ولا ما تتعينش؟ أبو حنيفة قال تتعين، جمهور الفقهاء قال لا لا يجوز. أبو حنيفة قال تتعين بس بشرط بلاش الجنايات الوقات والقصاص والحدود. بقيت الفقهاء لا يجوز. أصبح فيها رأيين. كان ممكن القانون يكبر راسه ويقول مش هتدخل فيه. بس لما تخرج عدد كبير من البنات في كلية الحقوق
وليه ما ناخدش في مذهب ابو حنيفه؟ القانون في الاخر حسب واخد مين؟ القول الذي يعطي المراه الحق في ان تتولى القضاء. فاصبحت المراه تتخرج حقها انها تعين في مسجد القضاء بالقانون الذي قواها باعتبار ان ده احد القوانين الفقهيين فحسب القانون بذلك. فاصبح تطبيق الشرع الاسياني بحسب قناعتك وبحسب ايمانك وبحسب دينك. افترض ان سيادتك شايف ان المراه او انت شايفه ان المراه ليس من حقها ان تتولى القضاء والقانون مكنك، انت هتعملي ايه؟ انت شايفه ان مش من حقك تتولى القضاء والقانون مكنك، هتعملي ايه؟ لكن لما تلاقي فلوس
اسمعوا بقى لحديث رواه احمد واصحاب السنن. قال صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطاع. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قطع قطع. يعني قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الأمر جاي للسارق ولا للناهب؟ جاي للسارق ولا للمختلس؟ جاي للسارق ولا لخائن الأمانة؟ الرسول بيقول لكم كده انتبهوا. الآية جاية للسارق بس، مش جاية للمنتهب ولا للمختلس ولا خائن. طب هنطبق حد السارق في مين؟ لكن يعذب. صبر حاضر، وانا هقول لك قانون جاي العقاب الجميل فين؟ فأصبح إلا يقطع عنده بس مين؟ السارق. الناس هتبطل سرقه، ولكن هتكثر من ايه؟ النهب والاختلاس وخيانه الامان. ما هو ضامن، ما فيش قطع. يبقى انا بكده ضمنت امن المجتمع المالي ولا ما ضمنتش؟ ما ضمنتش. المال مين اللي يضمن لي امن المجتمع المالي؟ العقوبه التعسيريه الرادعه. المختلس هسجله او اقطع عليه ابني او اقتله. عقوبه تعسيريه، بس هنسب العقوبه ليا ولا للدين؟ ليا. مش هقول ربنا لا، هقول ربنا اداني حق ان انا اوقع عقوبه تعسيريه. انا اللي قررت اكون ايه؟ اعدام مثلا او سجن. بس في الاخر العقوبه منسوبه ليا ولا للدين؟ ليه؟ هتقول لي ومال شيء من لا شيء وضمنا امن المجتمع في السرقه. حط للسرقه قطع الايد، وحط لخيانه الامانه والاختلاس اي عقوبه ثانيه، بس يرضيكم احط عقوبه اشد قطع الايد. اخلي السرقه قطع الايد واخلي الاختلاس والنهب اكثر. ينفع يرضي ربنا؟ يعني اتادب مع الله؟ ولا اخلي العقوبه اللي انا احطها اقل؟ اقل. اذا الجريمه في النهب وخيانه الامانه والفهم الذات ليس السرقه. هو انتم بتظنوا ان السرقه الحرامي اللي اخذ المال من حرص مسلم هيطبق عليه الحد بدون ما ممكن السارق ان يدفع التهمه عن نفسه؟ ولا لازم امكنه؟ لازم ايه؟ امكنه. ايه الدليل؟ حديث رواه اصحاب السنن وصار كان متواتر في العمل، وهو حديث ضعيف، ولكن صار كان متواتر في العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. الحرام حرام، بس جه قال والله انا تبت وانا مذهبي حنفي. انا تبت ايه؟ وانا مذهبي حنفي وبعض المذهب شافعي، لان الشافعيه في اصح القولين والحنفيه يقولون ان التوبه تسقط حد السرقه. التوبه تسقط ايه؟ حد السرقه. انا تبت وارجع الفلوس وانا مذهبي حنفي او شافعي. شبهه ده شبهه. نقول له ايه دليلك؟ يقول قول الله عز وجل: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء من كسب التوبة الله عز وجل حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه انه غفور رحيم. هتكسب ربنا؟ فاصبحت التوبه شبهه ولا مش شبهه؟ شبهه. خد شبهه ثانيه: ان انا سرقت صحيح، بس سرقت انا سرقت، بس ما كنتش ناوي اسرق، ده انا كنت ناوي احرق قلبه بس، لانه كان ظلمني او تايه ابني وعمل في ابني كذا، فانا اردت انتقم منه. ما كانش نيه سرقه، والنيه دي لا يعلمها الا الله. ثم قال
ليس من حق القاضي اللي كذبه، لان القاضي مأمور من قبل رسول الله اقرأوا الحدود للشبهات. ما تكذبوش المتهمين دول، حاولوا تصدقوهم وحاولوا تقرأوا الحدود. فاصبحت الحدود في ابني المجرمين ولا في ايد القضاء؟ المجرمين، لان المجرم حقه انه يطلع الحد عن مين؟ عن نفسه، ولو بالكذب، ولو بالكذب. الم تسمعوا حديث ماعز الذي اقر عن نفسه بزنا والنبي اعرض عنه وقال له بينا احنا نسال عنك ابيك الجنون الى اخره، ولما امر به فرجل فرجل اوجعته الحجاره فاراد ان يفر فلقيه رجل والجمه حجرا فقتله. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ اهو ده اعترف، بس الحجر لما الم فقر يفر. انما ايه؟ هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. اذا الحدود في الدين. المجرم اللي عاوز حق يلا تعالى طبق الحق بس، لكن انا ابدا واطبق الحد عليك واتهمك بالزنا واقطع ايدك، اتهمك بالزنا واجيبك او اقمعك، كذب وغش ونسبه للدين بالباطل. لكن المجرم اللي ارتكب الزنا زي ماعز وعاوز الحد اهلا وسهلا تعالى، اللي سرق وعاوز يطلع ايد قطع اهلا تعالى، والقاضي وظيفته يتحقق معاه يقول تعالى انت سرقت والله 100 100 اه حرص مثله نعم، النصاب نعم، ما كانش عندك فلوس لا، ما كانش يقعد يفصصه لحد لما يجيب له مخرج، ما فيش مخرج يطبق اي حاجه ونعم طبيب الموت. يبقى بالله عليكم اقل من المجتمع ازاي؟ الا بالتعزير. إذا لا يمكن تأمن المجتمع إلا بالتعزير، عارفين التعزير هو إيه؟ قانون العقوبات بس خلص. قانون مين؟ العقوبات، مين وضعه؟ البشر. اسمه عقوبات، اسمه تعزيرات. فأصبح قانون العقوبات ده شرع ولا ده شرع؟ شرع. أما الحدود اللي عايز يطبقها المجرم اللي يجي يطلق وإحنا نفصص معاه ونقول له ده عليك كذا ده عليك كذا الى ان تثبت عليه بكل معاني الثبوت تطبقها عليه، لكن هذا لا يمنع من ان المجتمع يضع قانون اسمه قانون عقوبات ويؤمن امن به. هذا عنه. والحقيقه القعده جميله استفدنا جدا النهارده، في حاجات كتير مش هنقدر عشان الوقت. في سؤال اخير مهم جدا وعايزين نعرفه، ما رايك في الناس اللي قسمت مصر الى ليبرالي وعلماني وكافر وهم بس المسلمين؟ في من يواجه هؤلاء؟ نريد اذا كنا نرغب من التقسيم لان الفرقه والتفرق مهلك للجميع، فيجب أن نتوحد وأن ننادي بالتوحد فيما يجمع مصلحة المصريين. يعبد بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن نلتقي على ما ينفع المصريين في الأمة. أذكر حديث رسول الله الذي أخرجه أبو داود عن جبير بن مطعم: ليس منا من دعا إلى عصره، ليس منا من قاتل على عصبه، ليس منا من مات على عصبه. أي مخلوق وأي مسلم وأي إنسان يظن أن انتمائه للجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني أو للطائفة الفلانية أو للقبيلة الفلانية هو انتماء دين يرضى الله به، فهو ممن يجادله عصبه، لأن الإسلام دين الإنسانية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. المسلم دينه ممدودة لكل البشر. كونه ينتمي لحزب أو لجماعة أو لطائفة أو لقبيلة
يغنيه عن اي شيء، هذا هو معنى العصبية. اما ان كان انتماء مثل انتمائنا لايه؟ مثل انتمائنا لجمعية من الجمعيات، انتماء موضوعي فهو انتماء صحيح للموضوع وليس للنادي او لجماعه. يعني حضراتكم لقيتوا النادي ولقيتوا شيء ما عجبكوش بتعملوا تقولوا ده ما عجبناش، لقيتوا شيء بيعجبكم بتشكروا وتقولوا ده شيء يعجبكم، مش تبرروا موقف النادي. النادي جاب واحد كذا بيدعو للكفر، يا سلام اجمل نادي. النادي جاب واحد يدعو الى الحق والعدل، اجمل. تبرروا في الحق والباطل يبقى انتوا عبيد نادي مش عبيد لله. انا عايز الانسان يبقى عبد مين؟ لله. الله هو الحق، فخليك معاه حيث كان الحق. ليش شيخ باطل تنكره؟ ولو كان من جماعتك او من حزبك وتكون مع هذا الحق. الحق الذي يحتاجه المصريون هو ما اسس في بلاد الله تكريم بني ادم. ما نقولش انكرم المسلمين، ما نقولش انكرم المسيحيين، بنقول نكرم المصريين لان كل مصري بني ادم. بنقول الحرية وحق الإنسان في التعبير، بس في مقابل الحرية على الضرب. بنقول التراضي، ما ينفعش تسرق قولي، تسرق كلمة نعم، تسرق كلمة لا. يجب تكون كلمة نعم وكلمة لا بتراضي مطلق وإرادة كاملة، وإلا كانت سرقة للإرادة. يجب أيضا فيما يحتاجه المصريون الشفافية. ما ينفعش نقول كل ما يعرف لا يقال، لان ما يعرف علم وانت مش احسن مني. لازم اللي انت تعرفه اعرفه فيما يتعلق بالحق العام، لكن فيما يتعلق باسرار الشخصيه تلزمني. ما يلزمنيش اتجوزت مين طلقت مين، لكن مين يلزم اتجوزت مين وطلقت مين؟ مراتك لازم تعرف. مش من حقك تخبي عن مراتك الزوجه الثانيه، دي خيانه برضه. لازم تكون عندك شفافيه. اللي تعمله فيما يتعلق بحق الزوجه في الارث والنفقه لازم تعرفه. وايضا فيما يتعلق بالحق العام، ما ينفعش مركز اداره نادي يخبي الميزانيه عن اعضاء النادي، يخبي المصروفات عن اعضاء النادي. بقى يعرفها جهاز التفتيش ويعرفها جهات قضائيه، واعضاء النادي ما يعرفوش. ونقول ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال جاء زمانه، ولا كل ما جاء زمانه جاء رجاله، ولا كل لا غير ذلك من وصايا على الناس. لا، كل ما يعرف يجب ان يقال فيما يتعلق بالحق الذي يجمعنا. احنا في مصر بيجمعنا دستور، بيجمعنا قوانين، فلازم نعرف مين خرج عن الدستور، مين خرج عن القانون، مين اللي يتحاسب، مين ما يتحاسبش بكل شفافيه. في نادي في اشياء تعرف فيما يتعلق بحق النادي، لكن يلزمكم ايه يا اعضاء النادي يكون رئيس مجلس اداره ولا عضو مجلس اداره علاقاته مع جيرانه كذا او علاقاته مع اهله ومراحله كذا؟ دي علاقات شخصيه، لكن تلزم مين؟ عيلته. عيلته لازم تعرف علاقته ايه بالرحم، علاقته ايه بالقرايب، علاقته ايه بصله الارحام. لا ما يلزمكش، لكن يلزم مين؟ عيلته. اذا لاجل معرفه كل شيء في مناسبته، العلاقه بين الزوجين تكون شفافيه، العلاقه بين البائع والمشتري، هل يصح ان تطبق هذه القاعده بين البائع والمشتري ونقول ليس كل ما يعرف يقال، والبائع يبيع لك السياره وفيها عيب؟ يقول لك ليس كل ما يعرف يقال، انا اقول لك وبعدين ما بتشتدها ما تلمش. عجيب. مش لازم يكون في شفافيه بين المتبايعين؟ لازم يكونش في شفافيه بين الوكيل والموكل؟ مش لازم يكون في شفافيه بين المؤجر والمستاجر؟ مش لازم يكون في شفافيه بين عضو النادي ومجلس النادي؟ ايضا يجب ان تكون الشفافيه بين الرئيس وبين الامه فيما يتعلق بحق الرئاسه وفيما يتعلق بحق المجتمع، وليس في العلاقات الشخصيه للرئيس او الوزير او رئيس الوزراء. هذه الشفافيه يجب ان تكون معلنه، ويجب
شك في علاقتهم مع الله عز وجل ان تكون صافيه، لان العلاقه مع الله الصافيه مع الحق، انت مع الحق حيث ضار. لا داعي ان تمجد في هذه الجماعه فهي زائر، ان تمجد في هذا الحزب فهو زائر، ان تمجد في هذه الدوله فهي زائره. كل الدول زائره. هي الدوله الامويه انتهت ولا لسه عايشه؟ الدوله العباسيه انتهت ولسه عايشه. الدوله العثمانيه انتهت ولسه عايشه. الدوله في الثوره عهد الثوره 52 انتهت ولسه عايشه. وهذه الدوله التي نعيشها هتخلد ولا ثانيه؟ اذا مش هيعيش معاك الحق. انطق كلمه الحق، واصدع بكلمه الحق. لا تكن مع جماعه ولا حزب، ولكن كن مع الله عز وجل. والانسان هو وسيله الله في الارض. واسال الله ان يجعله في سجل حسناتنا يوم لقاء الله. والاسئله التي وضعتها اسمحوا لي ان اخذها باذن الله واكتبها في بريد الاسلام او في اجاباتي التي تنزل في جورنال الجمهوريه في مقال القران والسنه، فاني اعالج هذه القضايا بصفه دوريه يوميه معنا يوم الخميس من كل اسبوع.